وتتلخص الإحصائيات المذكورة على الشكل التالي فيما يتعلق بالشكايات تم تسجيل الدائرة القضائية لهذه المحكمة والمحاكم التي تابعة لها 35,575 محضر، ونسبة الإنجاز كانت في 74.67%. وبالنسبة للمحاضر تم تسجيل ما مجموعه 160,252 محضر، أنجز منهم 157,213 محضر بنسبة إنجاز بلغت 98.10%. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على المجهودات التي بذلتها كل الجهات المتدخلة والتي ساهمت بشكل إيجابي في تصفية المخلف طبقا لمقتضيات الدستور وطبقا لمقتضيات كذلك المادة 45 من النظام الأساسي للقضاة باعتبارهم من الواجبات المفروضة عليهم وانطلاقا من كون النيابة العامة هي النيابة العامة مواطنة. وفيما يتعلق بشكايات خلية العنف ضد النساء والأطفال تم تسجيل 5,281 شكاية في الدائرة القضائية بما فيها هذه النيابة العامة والنيابة العامة التابعة لها بنسبة وأنجزت منها 5,089 شكاية بنسبة إنجاز بلغت 96.32%. وبالنسبة للمحاضر المتعلقة بخلية العنف ضد النساء والأطفال بالدائرة القضائية سجلت 4,978 محضر وأنجز منهم 4,802 محضر بنسبة إنجاز بلغت 46.46%. وبالنسبة لعمل خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف فإن جميع النيابات العامة بالدائرة القضائية تعمل على تفعيل جميع القضايات المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء وتفعيل اللجان المحلية واللجان الجهوية، وقد عملت جميع المحاكم الابتدائية على عقد 4 دورات في السنة، ومحكمة الاستئناف عقدت دورتين متعلقتين باللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وتم تسطير 20 هدف استراتيجي كان الهدف منها هي الرفع من جودة الخدمات لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف ومواكبة تنفيذ هذه الأهداف مع باقي الأعضاء والجهات المعنية بالقطاعات الحكومية وغير الحكومية الرامية إلى وضع الإجراءات الواجب اتخاذها وتقييم المؤشرات التي تم إنجازها خلال تنفيذ هذه الأهداف. فيما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي فإن نسبة الاعتقال الاحتياطي بالدائرة القضائية لهذه المحكمة والمحاكم التي تابعة لها تم تقديم ما يقارب 43,378 شخص قدموا أمام النيابات العامة، وتم اعتقال 5,464 شخص بنسبة اعتقال بلغت 12.5% وهي نسبة جد ممتازة بالمقارنة مع السنة الفارطة التي كان العدد مرتفعا فيها، وذلك نتيجة لتفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي من طرف جميع النيابات العامة التابعة لهذه الدائرة القضائية، وذلك بعقد اجتماعات تدبيرية داخلية مع جميع قضاة النيابة العامة ومع السادة رؤساء المحاكم، وبالنسبة لهذه المحكمة مع السيد الرئيس الأول بحضور رؤساء الغرف من أجل تضارس إشكاليات ترشيد مسألة الاعتقال الاحتياطي وتصفية ملفات وتقارير داخلة الآجال المعقولة. وكذلك بالنسبة لتجهيز الملفات العالقة وإحالة ملفات المحكوم المطعون فيها بالاستئناف على محكمة الطعن داخل الآجال القانونية المعقولة. قادرة على مسايرة التحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم، الإدارة القضائية المتمثلة في محاكم تقوم بدور مساعد.